أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم، وانصر ولدهم مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. لا يزال الكلام في كتاب الشفعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا أن هذا الفصل، أن هذا المبحث فيه ثلاثة فصول مهمة. الفصل الأول في موارد الأخذ في الشفعة، لابد أكو موارد معينة يحددها الشارع المقدس، هذا المورد يجوز تأخذ بالشفعة بي وهذا المورد ما يجوز، لابد أكو موارد. الفصل الثاني في الشفيع، ما هي شرائط الشفيع؟ هذا الشريك الذي يأخذ بالشفعة لابد أن تكون له شرائط معينة. الإسلام، أن يكون مثلا، إحنا قلنا لابد أن يكون ثاني اثنين، أما إذا يعني اثنين شركاء ملك، أما إذا ثلاث شركاء ما يجوز، أربع شركاء ما يجوز يأخذ بالشفعة. بعد أن لا يكون الملك مقسوما، بل لابد أن يكون مشاع، بحيث أن الشريكين يشتركان في كل شبر شبر، في كل سنتيمتر سنتيمتر. أما إذا كان الملك مقسوما، بعد ما أكشف حد، ما أكشف حد. إذا باع الشريك ما أكشف حد. جاي تلاحظ؟ بعد وأن يكون قادرا على إحضار الثمن، لابد يكون قادر على إحضار الثمن، وإلا إذا أخذ بالشفعة ولم يتمكن من إحضار الثمن، قال ما يخالف أنا أخذ بالشفعة بس هذا المبلغ ما عندي إمكانية أدفعه، نقول له بعد أنت مو شفيع، تسقط الشفعة. هذا هو الفصل الثاني اللي أخذناه سابقا. وصلنا إلى الفصل الثالث ودخلنا فيه. قال في الأخذ بالشفعة أيضا هذا الفصل، شنو الأخذ بالشفعة؟ هذا الفصل الثالث، يعني في كيفية الأخذ بالشفعة وصلنا إلى مطلب معين. شنو هذا المطلب؟ هل أن الأخذ بالشفعة على نحو الفور أم على نحو التراخي؟ مو الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية مختلفين بها الفقهاء. الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بامتثال حكم معين، هذا الأمر واجب تطبيق على الفور، يعني يجب على المكلف أن يبادر لتطبيق رأسا، أم أنه على نحو التراخي؟ الأغلب من الفقهاء يقولون كل مورد بحسبه. فمن يجينا للأخذ بالشفعة وجدنا أن السيد الشهيد يقول بوجوب لزوم المبادرة، لزوم الإسراع، لزوم المبادرة. أنت من علمت بأن شريكك باع حصته المشاعة، بعد كنت بادر، كنت بادر علما للأخذ بالشفعة. إذا كان تكره طبعا، إذا ما كره ما بعش شو سوي؟ ما أكره. واضح الكلام؟ بس لزوم المبادرة عرفية، عرفية عرفية، لزوم المبادرة. مو المبادرة من حكم إلى حكم تختلف. هسه وجوب الرد، رد السلام، يجب المبادرة المن لرد السلام. هنا إذا أخر دقيقتين ثلاث دقائق يسقط الرد، بعد يسقط الوجوب ويكون معاقب، سقطة الفورية عفوا ويكون معاقب. بينما شوف الحج، الحج هم وجوب المبادرة، بس يختلف شنو وجوب المبادرة. يعني هاي تحسب بالأيام والأشهر والأسابيع،
مو على ما يرتب الجواز ويحجز في رحلة معينة مع قافلة معينة مع شركة معينة. فهنا وجوب المبادرة تختلف. هسه نجي إلى وجوب المبادرة للأخذ بالشفعة، يعني إذا أخر دقيقة أو ساعة تسقط وجوب المبادرة؟ يقول لا مو هيك، يقول مو هيك ما تسقط. لا، لربما يكون شنو بصلاة، يجوز هو بحج على ما يرجع من الحج، يجوز هو وين بزيارة واجب عليه يقطع زيارته ويجي يأخذ بالشفعة من وصل للخبر، واجب عليه يقطع صلاته ويأخذ بالشفعة، يقول لا موج. واضح الكلام؟ قال الأحوط وجوبا لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير ها بلا عذر. هو أساسا أخر، هو متسامح، عبر له 6 أشهر وما أخذ بالشفعة، هسه عود يجي أخذ بالشفعة؟ يقول لا. واضح؟ هذا متسامح. يقول ولا يسقط، يعني الأخذ بالشفعة إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع، ما عنده علم بأن شريك بايع، رايح متكاتب بمكتب دلال وبايع الحصة مالته المشاعة، زين هو 3 أشهر ما يدري، معذور لو ما معذور؟ معذور. فنقل له لا يسقط الأخذ بالشفعة، أنت معذور. واضح؟ بعد أو جهله باستحقاق الشفعة، يقول فعلا فعلا شريكي باع بس أنا إلي حق أبطل هذا البيع وأخذ بالشفعة، إلي حق يجي؟ ما أدري بهذا الحكم، ما أعرف هذا الحكم، فهذا جاهل بالحكم. ما دام جاهل بالحكم معذور حتى وإن أخر 6 أشهر، نقول لا أخذ بالشفعة. قال أو توهمه كثرة الثمن، قال شريكي باع بمبلغ جدا عالي وجدا باهظ ما أقدر. قال له لا هو بيش باع؟ قال 150. قال له لا بايع ب 45. قال 45 أقدر أخذ بالشفعة. يقول أنا تصورت هو بايع 150، فلذلك هنا معذور هو، لأن هذا متوهم الثمن، يتصور الثمن عالي جدا وما يقدر ياخذ بالشفعة. نقول له معذور، هسه تقدر تاخذ بالشفعة. فبان قليلا بحيث يكون الفرق بينهما معتدا به، او كون المشتري زيدا فبان عمر. ليه زيد فبان عمر؟ لان هو زيد عنده ويا مشكلة، اذا يبطل البيع ماله تنفتح القضية العشائرية السابقة او يضره من باب معين. فهو كان يتصور المشتري زيد، تبين لا مو المشتري، مو هذا الشخص اللي عنده مشكله وياه. واضح؟ فالان يقدر ياخذ بالشفعه. نعم. او انه اشتراه لنفسه فبان لغيره، مثل شو جاي الاسباب، القاعده العامه ما دام ان الشريك الشفيع معذور بالتاخير فيقدر ياخذ بالشفعه، ما دام قدم عذر عقلائي يقدر ياخذ بالشفعة. اما اذا قلنا لي ليش اخرت هاي المده كلها ما اخذت بالشفعة، ما طالنا عذر عقلائي مقبول، فنقول له يسقط لاخذ بالشفعة. هيك يسقط. مسألة 426، المبادرة اللازمة في استحقاق الاخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة. يعني مو هسه هو سمع شريك باع كن هسه يدخل عليهم ياخذ بالشفعة، لا مو بهالطريقة. يمكن يأخر يوم يومين ماكو إشكال، يمكن يأخر مثلا 6 ساعات 7 ساعات ماكو إشكال، هذا ما يعتبر تراخي أو تأخير. والمهم ألا يفهم منه، ألا يفهم منه العرف كونه متباطئا أو متماهلا. يعني إيه المرة رجعها سيد الشهيد للعرف، رجعها للعرف. واضح؟ خوش، ما يريدها بالدقة العقلية. يعني هسه هو باع بهالمجلس
كل هسه يدخل عليهم بطل البيع يقول مو هيك واضح. فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة جاي يصلي الظهر وشريك أمامه باع الحصة مالته يقطع الصلاة ويأخذ بالشفعة يقول لا، أو مندوبة يعني صلاة مستحبة لم يجب عليه قطعها قطع الصلاة نعم عليه قطعها صلاة كانت أم غير أم غيرها يعني شنو صلاة قراءة قرآن زيارة طواف مو واجب عليه قطعها بل يحرم عليه قطع الصلاة الواجبة. هذا مو سبب معقول، احنا قلنا لا يجوز قطع الصلاة إلا لضرورة، مو إذا أكو ضرورة جائز، هاي مو مسألة ضرورية تقدر تأخذ بالشفعة بعد الصلاة، كم صلاتك وأخذ ما يعتبر هذا التأخير، ولا يضر ذلك بصدق المبادرة. يعني إذا كملت صلاتك وراها أخذت بالشفعة هذا ما يعتبر تأخير. مسألة 427، إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب عليه قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي. خاف يقول هو بفلان مكان أنا أمشي، المشي البطيء يضرب المبادرة، لازم أمشي بشكل سريع، نقول له لا مو واجب. مسألة 428، يجوز له إذا كان غائبا نعم انتظار رفقة. شوف إذا كان الطريق مخوفا أو انتظار زوال الحر أو البرد، إذا جرت العادة بانتظاره أو كان لا يطيقه، يعني الآن هسه هو مسافر يقول هذا الطريق طريق الرجوع ما أقدر أرجع لحالي، أكو قطاع طرق، أكو سباع مفترسة، أكو أعداء معينين، سيطرات وهمية للدواعش، فلازم أنتظر الرفقة. فإذا علم بأن شريك باع واجب عليه أنه يقطع هذا الطريق لوحده حتى يوصل ويأخذ بالشفعة وريق دمه، يقول لا مو واجب، انتظر رفقة وبعدين أرجع وياهم ومن ترجع أخذ بالشفعة. قال أو كان لا يطيقه، يعني شين لا يطيقه؟ الجو حار جدا، الآن الصبح هو علم بأن شريك باع، فواجب هسه يكون الظهر يطلع لما نكون درجة الحرارة 47 حتى ينحمس على التبليط، يقول لا، يقول انتظر خليك سر الجو وارجع واخذ بالشفعة، هذا ما يعتبر تأخير وترك المبادرة. وكذا قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع، هذا بالحمام جاي يسبح واضح، فيكون هسه يقطع الغسل ماله وبعدين شنو يطلع وياخذ بالشفعة، يقول لا مو هيك زين، وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله. واضح جدا، البيع الشراء بالسوق لازم يترك كل شيء، يعني سوى جاي يسوق لعائلته يكون يترك مسواق عائلته وروح ياخذ بالشفعة يطردونه من البيت، مو لا، يقول لا مو هيك. أي قال مسألة 429، إذا لم يصدق الإهمال والتسويف فلا بأس بمثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك. يعني الآن علم بأن شريكه باع وجوارين توفى، لابد يطلع وياهم للتشييع، زحمة من جواري مو كون يقطع هذا التشييع وروح ياخذ بالشفعة، انقل له لا كمل التشييع وبعدين اخذ، او روح زور المريض وبعدين ارجع اخذ بالشفعة، هاي كلها ما تضر. قال ونحو ذلك، وكذلك الاشتغال بالنوافل وان علم بحقه بالشفعة قبل الشروع، حتى لو علم ان له حق الاخذ بالشفعة قبل الشروع بالتشييع وعيادة المريض والاشتغال بالنافلة، نقول له صلي واذهب لزيارة المريض واذهب للتشيع، لا اشكال في ذلك، بعد ما ترجع بعد ما تكمل النافلة روح خذ بالشفعة، هذا ما يعتبر ترك المبادرة. اذا كان غائبا عن بلد البيع، شوف وعلم بوقوعه، الان هو وين؟ بسوريا بالاردن، وعلم بان شريكه قد باع
لابد أن يوكل وكيلا ويأخذ بالشفعة، لو أنه يقدر أنه من يرجع يأخذ بالشفعة. شوف شو يقول السيد: إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل، يقدر يخابر فلان يقول له أنت وكيلي بخصوص الأخذ بالشفعة. شوف شو يقول: فلم يبادر إليه، ما وكله، سقطت الشفعة. أما إذا ما كان متمكن من توكيل شخص معين، هذا معذور لو ما معذور؟ معذور، فلا يسقط الأخذ بالشفعة. شوف المدار، مدار العذر. مسألة 431: الأحوط في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن، قلنا لابد أن يكون متمكنا من إحضار الثمن إحضارا عرفيا، مو يجيب الفلوس إذا خلاص بجيب المشتري يقول له أنت اشتريت حصتي من شريكي فهذا الثمن، شوف تجيبه خليه لها. الإحضار العرفي شنو؟ يجيب الأموال خليها قدامي بحيث يسلط المشتري على هذه الأموال، هذا ولا أقل ولا أكثر. زين، قال لا فعليا. فإذا كان عالما بعدم حضور المال أو عازما على تركه من بداية الأمر، هو عازم على ترك إحضار الأموال أو عدم إعطاء الأموال لهذا المشتري، نقول له ما لك حق بعد بالأخذ بالشفعة، إحنا نريد من عندك أن تحضر المال إحضار عرفي لا إحضار شنو؟ فعلي. مو شرط هسه المبلغ موجود، لكن المبلغ موجود ببيتي، هسه أجيبه لك إذا بطلت الشفعة. واضح؟ قال لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز، لازم شيكون بعد ويا اللفظ، قصد العقود والإيقاعات بالقصود. إذا هو يقول له أخذت بالشفعة وكان ناوي شنو؟ كان ناوي ما يطلع فلوس أو يهرب أو يماطل في إعطاء الثمن، يقول هذا بعد ما له حق تسقط. قال فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة، العجز عن دفع الثمن قصده، يعني هو يرجع إلى ملك المشتري. شوف هذا العمل هنا يدور مدار النية، والحمد لله يا رب العالمين. الله.